ايديك والبيت. وانت كتشوف هاد الشعب هذا اخويا ديال الخضراء وجا كنطالبوا عندنا واحد الطلب واحد اخويا المكتب اخويا المكتب مسير مشي في حالاته عطونا اتساع عطونا اتساع بقينا باغيين منكم والو هذا الله صبرنا عليكم ما فيه الكفايه هيا بطوله مشات كوب ضرب باغي تخليو لينا الكرارس ونصيفطوا لنا مالونغو ما نصيفطوا لينا اخويا رحيمي انا زنيتي باقي ما سينيتو معاه ما والو ما عرفناش كاين الكرارس كيشدوا 300 400 500 كيديروا لنا والو كيلعب لك ماتش ماتشات شاكر بارك عليك حتى اخويا سير بحالك سير بعزك من حليب خاتم عيقتي به ولي تلعب بلا خاتم شويه وقع يدير في السحور وقع فيه السحور داك خاتم ترجل معانا راه صبرنا عليك ما فيه الكفايه تبرشتي علينا وعاودتي تبرشتي ملي تولي بلا ما ندوي معاك انت عارف اش كاين صابر عليك هاد الجمهور ديال الراجا راه كامل صابر عليك وعطونا شي ساعه المكتب مسير اخر كلمه نقول لهم عطونا شي ساعه حتى واحد ما بقى حاملكم وبقينا باغيين منكم والو ما بقينا باغيين نجيبوا لنا والو بقى تعطيونا والو عطونا شي ساعه هي اللي غديروا معنا المزيان دحينا على الراجا من صغرنا خويا حنا كنعرفوا الراجا هاد الناس هادو راه كيظلمونا يخلصوا ورقه ب 1000 ريال مده 7 سنين الفرقه الوحيده اللي كتخلص 1000 ريال في المغرب كامل وهاد اللعيبه معروفه دينا كونفدراليه السوبر مشينا المونديال من 2013 من 100 ماتش بودريقه حنا كيخلصوا 1000 ريال اشناهو القاب كديهم اش ما كيجيبوا لنا حتى لعابه اش جابوا لنا مالونغ وجابوا لنا هدهودي وجابوا لنا العرجون تخربيق داك الشيء راه والو كيبيعوا لعابه السميش والافارقه الاهلي والزمالك باش ينافسونا ويدوا لنا القاب اشناهو هذا الشيء هما دابا باعوا مالونغ المطلب ديالنا خويا هو يديروا معنا شي تشاويل ما يبيعوا على رحيم الى مالونغ راه كننافسوا على ثلاثه الالقاب العام الجاي راه عندنا مونديال وعندنا فينال ديال كاس الاتحاد الافريقي ديال كاس محمد السادس عندنا بطوله العام الجاي راه بزاف هاد الشيء راه تعدوا هاد الشيء خويا حنا جينا اليوم هذا المكتب هذا ما بقاش خدام بغيناهم يمشيو بحالهم خلينا العيد خلينا الحولي باقي معلق باقي دعم ما قردناه وصال حشومه قول لهم يمشيو بحالهم هذا المكتب هذا كيتسناو كاس ديال محمد السادس علاش يمشيو بحالهم من دابا الا كانوا غاديين يعني من اللي كاس محمد السادس غيتلعب في 21 غتبقى 9 ايام انطلاق البطوله ديال الموسم القادم يعني هذا المكتب اللي غيجي من وراهم ما غايدير لا انتدابات لا والو باش غنلعبوا العام الجاي غيبقاو ديما يقولوا لنا غنلعبوا في الشبان راه حشومه خوتي راه كتشوفوا هاد الدروينه كامله على قبل الراجا حنا راه جينا باش نشوفوا هادشي شناهو اللي فيه وفي الاخر راه كنلقاو بنادم باغي الحقوق ديالو وباغي والو من الراجات راه بغينا الله يرحم لكم الوالدين هاد العام هذا بغينا انتدابات خويا فك مشاكلك مع اوساكونا فك المشاكل ديالك جبنا خويا حنا انتدابات راه حشومه باش حنا نبقاو تفرجوا في رحيمي وذكوره واخا داري كي عندهم كي يعطيو ولكن اخويا راه بغينا حتى حنايا نديو عصفه اكاف اكاف لقب قاري ثقيل في الميزان ولكن حتى حنا بغينا نديو عصفه او حتى الاهلي راه عنده 10 حنا راه عندنا 3 وبغينا ان شاء الله الرابعه بغينا حتى حنا نحتفلوا اخويا الله يرحم لك الوالدين فك مشاكلك وجيب لنا انتدابات حتى حنا راه خويا بغينا نتفرجوا في الرايه 2011 2010 نتفرجوا البيلباو جاو قراوا شافوا المكانه وما يدوخوا داكشي بغينا يتعاود بغينا يشوفوا المكانه يدوخوا اليوم ان شاء الله جينا كنطالبوا بسعاده المكتب باش يمشيو في حالهم الفرق ديال الرجاء راه واخا دينا اللقب اخويا راه ما راضينش على هذه الفرقه بغينا الراجل اللي كان اللي كنا كنعرفوها كتدرجنا الكره كتلعبنا الكره بغينا الرجاء ترجع لنا كما كانت شحال هذه كنتمناو ان شاء الله هذا المكتب هذا يعطيونا اتساع وهذا المنخرط يعطيونا اتساع حيت والله تعذبونا معاهم هذه السنوات الاخيره وديما رجاء خويا وكنتمناو ان شاء الله التوفيق للفريق ديالنا كنتمناو هذا المنخرط يعني بعدوا من فريق الرجاء البيضاوي حيت هما اللي طيحوا بالازمه ديال فريق الرجاء والرجاء بزاف عليهم وكنتمناو ان شاء الله بان هذا المنخرط المكتب مسير يمشي في حاله ان شاء الله